قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول، اصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول. قم وحيدا، قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل، قم وجاهد في الحياة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أعتذر على الحلقة السابقة لأنه كان الصوت غير واضح وكان في خلل فني في التصوير، ولذلك سيتم إلغاء هذه الحلقة إن شاء الله، وسيتم بإذن الله تعالى تقديمها ولكن بشكل آخر بإذن الله تعالى في الأيام القادمة وفي الحلقات القادمة. وحقيقة يعني ما استطعت في تلك الفترة إنه أنا أعيد تصوير أو تسجيل هذه الحلقة، ولكن إن شاء الله أعدكم بتقديمها، ولكن إن شاء الله بصورة أفضل وأحسن من السابق. جزئية اللي كنا ما زلنا نتكلم عنها ألا وهي جزئية الإيمان، لما قلنا أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا قلنا إحنا جزئية وليؤمنوا بي، بس سؤالنا لهذه الحلقة: لماذا الكثير ممن يصلون ويصومون ويؤدون العبادات ومع ذلك لا يتحقق دعاءهم؟ أين تكمن المشكلة؟ لماذا يتزعزع الإيمان مع أولئك الذين يتلون كتاب الله تعالى ويحفظونه، أو ممن يأتون بالعبادات على أكمل وجه ويحاولون قدر الإمكان أنهم لا يقترفوا المعاصي؟ هل الله تعالى يؤخر لهم إجاباتهم للآخرة؟ أما هي القضية بالضبط؟ ما الشيء الذي ينقصهم حتى يتحقق الإيمان الحقيقي ولا يتزعزع؟ كل ذلك بعد الفاصل بإذن الله تعالى. كنت بخير لحد فجأة حياتي تغيرت وصحتي تدهورت، ولدرجة إني رحت عند الأطباء وقالوا لي ما عندي أي شيء عضوي يذكر، يعني أنا من الناحية العضوية سليم 100%. عندها عرفت إنه اللي فيني إما سحر أو حسد. الحسد دمرني، من بعد ما كنت شخص ناجح صرت شخص خائف وشخص غير منجز. أنا كنت إنسانة سعيدة وكانت حياتي قمة في الفرح، وكنت إنسانة نشيطة، بس الحساد ما خلوني. بالرغم من إني على طول أعمل تحصينات وأعمل الأذكار الصباح والمساء وأقرأ المعوذات وأستودع أبنائي، ومع ذلك أنا دائما أعيش في قلق وخوف على أبنائي من أي حادث ممكن يصيبهم. السؤال اللي يطرح نفسه: ليش أنت بالذات؟ طيب ليش إذا تكلمنا عن شيء حلو الناس على طول تفسده؟ هل تصدق بالحسد والسحر؟ السحر والحسد موجود في حياتنا، احنا يوميا نتعرض لموجات ممكن تخلينا عرضة للحسد وللسحر، معقولة؟ لكن في ناس يظهر عندها الحسد وفي ناس
لا؟ يا ترى شو السبب؟ ببساطة، في ناس فاهمة إيش يعني تحصين واعية لهذا الموضوع، وفي ناس ثانية تردد أذكار التحصين وآيات التحصين بس دون وعي. وقبل ما نفكر في الناس اللي حوالينا، هل فكرنا فعلا إنه نعمل تحصين لأفكارنا ومشاعرنا ولسلوكياتنا؟ كيف نقدر نتلو أذكار التحصين وفعلا تكون مفعلة في حياتنا، بحيث إنه لما نذكر هذه الأذكار ونتلوها نكون مثل اللي تدرع بدرع التحصين؟ كيف نتشافى من الوسواس والخوف؟ وكيف إنه إحنا نقدر أيضا نحمي أحبابنا وأطفالنا من إنه إحنا نفقدهم أو من فاجعة فقدهم؟ طيب، شو الأسرار الموجودة في سورتي الفلق والناس؟ وليش دائما عشان نتحصن لازم نقرأ هذا السورتين؟ إيش الدرع الثلاثي اللي موجود في هاتين السورتين؟ وإيش الفرق بين سورة الفلق وسورة الناس في التحصين؟ رح نعرف الخلل الموجود عندنا اللي يخلي إنه أذكار التحصين ما تشتغل عندنا، ليش؟ وكيف نفعلها من أول وجديد وبصورة سريعة؟ أيضا كيف أقدر أحمي علاقاتي والناس اللي أحبهم من إنه أنا أفقدهم أو أخسرهم أو إنهم يضيعوا من بين يدي؟ رح نتعلم كيف نحمي أنفسنا من شياطين الإنس وشياطين الجن. البعض للأسف يظن أن التكاليف والقيام بها هو الإيمان الحقيقي، ولكن التكاليف والعبادات والفرائض وغيرها هي الشكل المادي والتصديق المادي للإيمان، لكن هناك تصديق معنوي حقيقي يجب أن يتحقق، وأغلبنا للأسف لا يحققه، ألا وهو توقير الله سبحانه وتعالى في القلب. فأن تؤمن بالله تعالى أي أن تعظمه في داخلك وفي قلبك، وهذا التعظيم ينعكس بالتالي على سلوكك، وأيضا هذا التعظيم ينعكس على تفاصيل حياتك، فأيضا يشعرك بالأمان والإطمئنان. ولكن عندما لا يتحقق ذلك، فاعرف أن السبب أنك تؤدي العبادات فقط، إما أنك تؤديها خوفا من عقاب الله تعالى، أو لأنك تؤديها بشكل آلي لأنك تعودت أن تؤدي هذه العبادات، ولكنك لا تستشعر ذلك الاتصال الحقيقي ما بينك وبين الله تعالى. أغلب الناس للأسف الشديد يتزعزع إيمانهم، والسبب أن إيمانهم معتمد على الشكليات وعلى تطبيق الفرائض والتكاليف المادية دون استشعار قيمة هذه التكاليف، وأيضا أهمية هذه التكاليف في أنها توصلنا في النهاية إلى الإيمان العميق الداخلي. هناك أمر آخر أيضا يسبب في أنه إيمانك لا يتحقق أو أنه يقينك يتزعزع، ما هو؟ بعد الفاصل. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان رحيل. لا يتحقق الإيمان الحقيقي حتى نوقر الله سبحانه وتعالى ونعظمه في قلوبنا، إلا أن هناك من يتزعزع إيمانهم، والسبب أنهم لم يكفروا بالطاغوت. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت هي تلك المشكلات النفسية الكثيرة التي تمتلئ في قلوب الناس، من ضمنها التعلق، والتعلق يعني اتخاذ شريك داخل قلوبنا، فيصبح ذلك الشريك أو ذلك الشيء الذي نريده أهم وأعظم من الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الشك والخوف. الشك والخوف أو الاستحقاق المتدني يجعل من إيماننا متزعزع وغير ثابت. لما يمتلئ الإنسان بالخوف والشك وعدم الرضا من قضاء الله سبحانه وتعالى أو بقضاء الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا القلب في فوضى، فلا يثبت ولا يتقوى بالإيمان، ويصبح الإيمان قائما فقط على مجرد العبادات المادية دون الاهتمام بتحقيقها فعلا معنويا. قم وحيدا ك
كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. ما السبب في وجود الخوف؟ وما السبب في وجود الشك؟ ولماذا دائما هناك شركاء لله داخل قلوبنا؟ السبب ببساطة أننا أدينا العبادة خوفا ولم نؤديها حبا، مع أن الأصل أن نؤدي هذه العبادات لله تعالى حبا وإخلاصا لوجهه الكريم. ولا يتحقق الحب إلا إذا تحقق ميزان الرهبة والرغبة، يعني لازم الإنسان يذهب إلى الله تعالى رهبة ورغبة، ساعتها نقدر نقول أن هذا الإنسان ذهب إلى الله حبا، لا طمعا في شيء ما، وإنما طمعا في رضاه فقط. هذا الطمع في رضا الله سبحانه وتعالى هو ما يحقق ذلك الأمان والإطمئنان، هو الذي يحقق الإيمان الحقيقي في واقع الأمر. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. أغلبنا يمتلك في داخله معتقدات خاطئة عن الله سبحانه وتعالى، فهناك من يعبد الله تعالى لأنه وجد والديه يعبدون أو يصلون أو يصومون، لكنه لم يتساءل يوم من هو الله تعالى الذي أعبده؟ هل تعرف الله تعالى الذي تعبده؟ الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنك قبل كل شيء اعرف الله تعالى، اعرف الله تعالى عبر آياته، عبر آياته في القرآن الكريم، وعبر آياته في الكون، وعبر آياته في أنفسنا. اجعل ذلك الحب يمتلئ في قلبك، اذهب إلى الله تعالى حبا حتى يثبت، تزداد ثقتك بنفسك، وبالتالي تزداد ثقتك بالله تعالى ويقينك به سبحانه. هذا اليقين الذي لن يزعزعه بالتالي أي شيء، ولن يتأثر بأي أمر من الأمور، مما يعني أنك ستذهب إلى الله تعالى وأنت واثق وموقن تماما أن الله تعالى لن يخذلك ولن يردك. إذن قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل ولن يردك. إذن إذا أردت فعلا أن تحقق الإيمان الحقيقي، تأكد أن يكون إيمانا نابعا من القلب، لا نابعا عبر مجموعة من الحركات فقط، بل اجعل هذه الحركات التي تؤديها في العبادات متوافقة مع سلامة القلب وإخلاص القلب لله وحده. عندما تصلي اجعل الله تعالى وجهتك، عندما تصوم اجعل الله وجهتك، عندما تريد أن تفعل شيء من الطاعات اجعل الله وجهتك. فإن جعلت الله وجهتك تحقق الإيمان الحقيقي في هذه العبادات، وبالتالي لن يزعزعك خوف ولا غيره، لأنك ستكون مستندا على القوي، لأنك عرفت الله تعالى واطمأن قلبك عندما فاض قلبك حبا لله تعالى. وإن أحببت الله تعالى بادلك الله هذه المحبة فطمأن قلبك وسكنت نفسك، وعندها عندما تطلب الشيء فإن الله تعالى يعطيك إياه ويكون أمره بين الكاف والنون، وعندها تجاب دعوتك. إذن حتى لا يزعزع إيمانك اسأل نفسك كيف تذهب إلى الله تعالى؟ هل تذهب فقط من أجل رغبة تريدها، أو من أجل دعاء يتحقق، أم من أجل الله سبحانه وتعالى ورضاه، متوجها له مخلصا له وحده؟ قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. تفاصيل أخرى في الدعاء سنناقشها بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. إلى ذلك الوقت ألقاكم على خير، أستودعكم الله، السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل.